انتوا هتقول لنا ايه بقى يا سمير؟ سهرة لما جيت اكتب عن امي. ماشي يلا اتفضل. لما جيت اكتب عن امي قلت عنها شايلة همي، قلت دي بتجري في دمي، قلت ياما حاجات كتير مش جديدة. لما جيت اكتب عن امي عجزة قدام القصيدة، شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري، اتقطع يوم الولادة واتوصل حبل الوداد. حبي ما تحولش سعادة من كلام رب العباد، حبها أصلا عبادة، يا ما بتدلع عليها ويا ما بتمنى عليها، يا ما حوطتني بجناحها ويا ما بتدمع عينيها. أمي ما بتعرفش تجرح بس يا ما باتت جريحة، لما جت وقفت قصادي قالت لي انت امتدادي، انت نور عيني اللي شبهي، انت دونا عن ولادي. قالوا عني اني شبهك، يا ما جرحوني يا امي، يا ما جرحوني يا امي، وبدعاكي جت سليمة. هما لما يقولوا عني ابن امي دي شتيمة، كملي جميلك يا امي وبعد عمري طويل قوي، روحي للرحمن قوليله ابني بيحبني قوي. كملي جميلك يا امي وروحي للرحمن قوليله هو ابني امتدادي، هو نور عيني اللي شبهي، هو دونا عن ولادي. ولما جيت اكتب عن امي برضو كل كلامي عادي. جميل، عرفنا على اخوك. ده اخويا اسمه مروان محمد سمير محمد مهدي. كم سنه مروان؟ السن 11 سنه. ايه مروان مش هتقول لنا حاجه انت كمان؟ يعني مش حافظ حاجه في الشعر؟ مش تتعلم من سمير؟ ان شاء الله المره الجايه اما اجي اصور مع سمير تكون انت حفظت حاجه تقولها لنا. حابين نتعرف بحضرتك. انا اسمي دينا، مامة سمير ومروان، وطبعا سمير ابني عنده موهبه القاء الشعر، وهو في الصف تالت اعدادي وجايب مجموع كويس جدا، جايب 268.5 ما شاء الله. ان شاء الله ناوي يخش ثانويه عامه، لان هو طموحه ان هو يخش كليه الطب. فانا وبابا باذن الله يعني بنبذل اقصى جهد عندنا ان هما يبقوا دايما متفوقين ودايما مميزين عن غيرهم بكتير، واحنا دايما واقفين وراهم وبنشجعهم لده. وطبعا سمير كان عنده يعني موهبه القاء الشعر، فاحنا بنشجعه لده وواقفين وراه. كان يشارك في مسابقه تبع قصر الثقافه، خد المركز الاول. مسابقه تبع قصر الثقافه وواخد فيها مركز اول، وشارك في مسابقه ثانيه وبرده خد فيها مركز اول، حزب مستقبل وطن، وخد فيها برده مركز اول. وهو يعني ما شاء الله الموهبه مميزاه، طبعا بجانب ان هو متفوق دراسيا وكل سنه بيطلع من العشر الاوائل ما شاء الله. فده طبعا بفضل ربنا طبعا، ثم بفضل سمير ان هو يعني الميزه اللي فيه ان هو بيحفظ بسرعه جدا ما شاء الله. يعني اكيد برضو عليك دور كبير في المتابعه والاهتمام. طبعا بتابعه كويس قوي وبجتهد معاه عشان اوصله كده. تمام. لان طبعا انا ما عنديش غير هما الاثنين، فما وريش حاجه غير ان انا اجتهد معاهم علشان اوصلهم لاعلى المراتب. يعني هو طموحي ان هو يوصل لاعلى المراتب. حضرتك ما عندكيش اطفال غيرهم؟ لا ما عنديش اطفال غيرهم، ما عنديش الا سمير ومروان. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يحفظهم طبعا. كلميني عن مروان شويه بقى. يعني مروان عنده 11 سنه في سته ابتدائي، بس هو مش ملوش في القاء الشعر، بس هو شخصيته شخصيه محترمه جدا. يعني هو مروان خجول جدا يعني غير سمير اخوه. ربنا يخليك.